السلام عليكم ورحمة الله. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالمصارعة في الإنفاق وبذل الأموال في جميع أوجه الخير ورغب فيه، وأنزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لما نزلت قال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده. قال أبو الدحداح: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. والمراد بالحائط البستان الذي فيه شجر أو نخل، وكان فيه 600 نخلة. ثم خرج أبو الدحداح إلى حائطه، وكان فيه أم الدحداح وعياله، فقال لها: يا أم الدحداح. فقالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها، وكانوا يأكلون بعض التمر، فأخرجت ما كان في أفواههم ونفضت ما كان في أكمامهم من التمر. ولما سمع تلك الآية فريق من اليهود قالوا: إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء. فأنزل الله تعالى فيهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وفريق ثالث لما سمع الآية الكريمة آثر الشح والبخل وأمسك المال ولم ينفق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقا حسنا احتسابا للأجر؟ وفي هذا الاستفهام ترغيب وحض على بذل الأموال في سبيل الله. وأي شرف حين تعلم أن من أقرضت هو ملك الملوك وصاحب النعم ومن بيده خزائن السماوات والأرض. ولكن لا بد أن يكون القرض حسنا وطيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ولا بد أن يكون القرض خالصا لوجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة، ولا يكون فيه من ولا أذى. وأصل القرض في اللغة هو القطع، ومنه المقراض والقوارض. فشبه عطاء المؤمن في الدنيا كمن يقتطع من أمواله عن طيب خاطر طمعا فيما عند الله عز وجل. ومن أقرض إنسانا في الدنيا ينتظر المثل، فماذا عن من يقرض الله عز وجل؟ يضاعف الله له قرضه أضعافا كثيرة لا تحصى ولا تعد من الثواب والجزاء. فإن من أقرض هو أكرم الأكرمين. قيل أنها 700 ضعف، وقيل بل هي أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
فأنفقوا ولا تبالوا، فإنه هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسع على آخرين وفقا لحكمته ومشيئته. والله عز وجل يقبض بعض القلوب فلا تنشط لخير، ويبسط لبعض القلوب فتنشط لكل خير. سبحانه له الحكمة البالغة، وإليه وحده ترجعون بعد الموت للجزاء والحساب. جزاكم الله خيرا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.